احنا اليوم حابين الترجي الذي التونسي حابين نتكلم بقطع النظر عن النتيجه من حيوش المريد تاع الاتحاد الذي المونستيري، لكن اليوم في اربع جولات مرتين مع الحكم هدايا سي امير العيادي، مره في الفار نحى بونتو واضح لرودريغو رودريغيز كان ينجم ياثر على نتيجه المقابله، لكن الحمد لله في الاخير انتصرنا. اليوم لقطه واضحه اجمعوا النقاد والمحللين التحكيميين الكل منذ الشوط الاول، فما ورقه حمراء البلال ايت مالك، لكن الحكام يمشي للفار ثم ما نعرفوش شنو اللي صار، يعطي ورقه صفراء معناتها لقطه كيما هذيك هاكم شاهدتوا الوجه نتاع بن علي. الحقيقة اليوم سؤال يطرح نفسه على الحكم هذا في جولتين معناتها ضد النجم الرياضي الساحلي واليوم ضد الاتحاد الرياضي المونستيري، الحقيقة ظلم الترجي الرياضي التونسي، ولهنا نحن كترجي الرياضي التونسي كما قلت راه بقطع النظر على النتيجة مستائين برشا اليوم من مردود الحقيقة تاع الحكم هذا، باش نشوفوا شنو هي باش نعملوا والموقف اللي باش نتخذوه إن شاء الله الأيامات الجاية مع الحكم هذا، لأنه مش معقول جولتين ضد النجم الرياضي الساحلي واليوم الاتحاد الرياضي المونستيري معناتها تأثير واضح على نتيجة المقابلة مع نفس الحكم، مرة في الفار ومرة اليوم كحكم يمشي يشوف اللقطة واضحة اللقطة يذول وشفتوها الناس الكل وياخذ القرار تاع ورقة صفراء، الحقيقة قرار مضحك معناتها اليوم نعتبروه احنا باش نشوفوا الايامات الجايه شنو هي الموقف مع الحكم هذا. تعتبر الحكم غير نتيجه المقاوله؟ لا والله شوف بقطع النظر كما قلت لك ما نحيوش الميريت تاع المستير، لكن حق الترجي الرياضي التونسي اليوم اتحاد الرياضي المونستيري منذ الشوط الاول يلعب ب 10 لاعبين اكيد باش تكون مقابله اخرى، هذا هو معناتها مش معقول، ونفس الحكم وكنا الحقيقه ما حبيناش نحتاجوا نحن على التعيين، قرينا حسن النيه، لكن يبدو ان الحكم هذا اليوم ماناش فاهمين عنده مشكله مع الترجي الرياضي التونسي، والله كان ما مشاش للفار نجموا شوفوا، لكن انك تمشي للفار وتشوف اللقطه واضحه اللقطه، لانه البعض حب يقارنها ربما بلقطه اخرى، لقطه الديربي بعيده كل البعد عن لقطه تاع الديربي، انه قاد الكل اجمعوا انه فما ورقه حمراء، ما فهمتش هل هو ما يمتلكش الشجاعه؟ شنو هو اللي صار؟ الحقيقه مش معقول اللي صار، لانه نلعب ضد الاتحاد الرياضي المونستيري ب 10 منذ الشوط الاول اكيد باش تكون مقابله اخرى قطع النظر عن النتيجه كما قلت لك. مريد كنت تطلب اودينس مع نجي جويني؟ تو نشوفوا تو نشوفوا بشير الايامات الجايه شنو باش نعملوا، لكن مستائين وماناش راضيين الحقيقه على المردود تاع الحكم اليوم كما قلت لك ضد النجم الرياضي الساحلي، صارت اللقطه واضحه وشفتوها وكيف كيف شو اللقطات اللي صاروا مع الترجي مع الحكم هذايا ما فيهمش كلي محللين قالوا اي ومحللين قالوا لا، الناس الكل اجمعت انه بونتو رودريغو صحيح، حتى نجي جويني قعد مع الحكام قال بوتو رودريغو صحيح، حتى في الندوه الصحفيه اللي عملها وقت البارح، واليوم كيف كيف الناس الكل اجمعت انه فما ورقه حمراء ضد بلال يتمالك تنجم تبدل المقابله الكل، دونك الامير العيادي الحقيقه اليوم استياء كبير في الوسط تاعنا، الترجي الرياضي التونسي مستعين برشا من الحكم هذا، ما فهمناش شنو هو المشكل تاع الحكم هذا مع الترجي التونسي. لا 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 سليم ما نوصلوش الاستهداف، كيما قلت لك فما حكم ظلمنا في زوز مقابلات، واحده هو في الفار وواحده في اليوم كحكم مساحه، دونك ما المشكل بتاعنا اليوم انه الحكم هذا ماناش فاهمين، ظلمنا في زوز مقابلات، مقابله كان الحمد لله معناتها انتصرنا فيها، اليوم كما قلت لك راهو ما غير ما نحيو اللائحه تاع المستير، لكن اليوم الحكم هذا ظلم الترجي التونسي في زوز مقابلات، دونك توا الايامات الجايه نشوفوا شنو الحاجات اللي باش نعملوهم باش نحمي وكذلك الحقوق تاع الترجي الرياضي التونسي في بقيه المقابلات ان شاء الله. وراو الكلام هذا كان باش يتقال ربحنا حتى كي ربحنا معناتها بقطع النظر على النتيجه.